في الحديث الصحيح هذا عند نعم عند مسلم، وأن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغضه فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء أو قال الكراهية في الأرض. فما أشد هذا من موعظة يا أيها المسلمون، مع حديث مع الحديث الذي قبله ومع جميع نصوص هذا الباب. فالسعيد كل السعادة من سلك سبيل السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا نجاة ولا فلاح ولا سعادة دائمة أبدية لا كدر فيها إلا الاعتصام بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفصلوا فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئك الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة التابعين، ثم من بعدهم من سائر الأئمة في القرون المفضلة، ثم دعاة الحق والهدى إلى اليوم. نسأل الله أن لا يخلي الأرض منهم، وأن يشد أجرهم ويقوي عزيمتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله.